دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. مرحبا، صبحية الأخبار السعيدة. إن شاء الله يا ربي الحظ الكبير لكل الأبراج الفلكية، يستفيلوا خير ضحكة من القلب أبراج، والأكيد تلقاو الخير. تتبدل الأجواء الفلكية مع انتقال القمر للدلو، كل الأبراج الهوائية كما الجوزي ميزان تتمتع بالفلزين حتى الحمل، وأخيرا تسيطر على بعض العراقيل. هوني نحكيو مهنيا، يساعدك برشا انتقال الجمرة للدلو الهوائي صديق. الثور بالرغم الفترة هذه تتسمى فترة ترابية مع تواجد كل الكواكب في الجدي الترابي صديق، وبالإضافة إلى كوكب الحظ في برجكم، إلا أن الثور يعيش نهاير متقلب بسبب تأثيرات القمر من الدلو الهوائي. الجوزي نهاير ممتاز مناسب للاجتماعات اللقاءات والاتصالات الزينة. السرطان تتحسن أمورك المهنية وتستقر الأوضاع. والأسد عاطفيا لازمك تسيس وقاي تتعالج مشاكلك الشخصية. العذراء انطلاقة جديدة، أيامات أكثر من ممتازة، هوني نحكيو مهنيا عندك الجديد الأحداث الزينة. وكان على الميزان، وأخيرا ترتاح من الانعكاسات هذيك اللي صايرة مع وصول القمر للدلو الهوائي الصديق، راهي تتحسن الظروف المهنية. العقرب وقيت تصحح أخطائك، تنسى الماضي وتخمم في المستقبل، ماكش وحدك حتى القوس، وقيت زيدة تصحح بعض المواقف ما فيها بيس، كان تصلح من روحك وتستعرف بأغلاطك. والجدي راهو الحظ معاك، أيامات جاية توعدك بجديد، هوني نحكي وعلى الصعيد العاطفي ممكن فما علاقة جديدة تنور حياتكم. والدلو من الأيامات زيدة الأكثر حظ تحت تأثيرات حلوة، هي من أيامات الأجواء زيدة باش تكون واعدة. نسمعوا كارمن شماس. مع وجود الأمر ببرجكم وأخيرا هنالك تحسن، هنالك انفراج، هنالك تنفس صعداء، نفس صعداء بتاخذوه، وأخيرا نوعا ما بتتحرك الأمور بين اليوم والسبت. الأجواء رائعة حلوة، عم نحكي عن بين الجمعة والسبت، الأجواء تتقدم فيها حركة، فيها نتيجة. بدكم تعجلوا، هيدي الفترة ثمينة جدا، لن تعود. كل شيء والقمر برج الدلو هو الوقت الأفضل، بعدين لا. هذه أبرز توقعات الفلكية كارمن شماس. ونختموا مع الحوت، خطوات ثابتة، نحبك تركز، وإن شاء الله الأيامات الجاية تكون زينة.